القصف الصاروخي من قطاع غزة على مستوطنة سديروت أدى لإجلاء أكثر من ثلثي سكان المدينة، إما لمناطق داخل إسرائيل أو توجيه سكان المناطق القريبة منها للبقاء في الملاجئ. فماذا نعرف عن سديروت؟ سديروت هي إحدى مستوطنات غلاف غزة، تقع شمال القطاع، تقدر مساحتها بحوالي 5 كيلومترات مربعة، وبحسب إحصائية منظمة سديروت عدد سكانها قرابة 30,000. تبعد سديروت عن مدينة غزة حوالي 12 كيلومترا، أما عن جنوب تل أبيب فتبعد قرابة 72 كيلومترا و20 كيلومترا جنوب عسقلان و40 كيلومترا شمال غرب مدينة بئر السبع. مدينة سديروت هي واحدة من عشرات المستوطنات التي يتوقع إخلاؤها وفق صحيفة معريف الإسرائيلية. قدرت بحوالي 24 مستوطنة حول قطاع غزة، من بينها ناحل عوز ونير عوز وغيرها، ويتوقع أن تكون التالية التي يتم إخلاؤها. في أحدث استهداف صاروخي على سديروت أظهرت صور اندلاع حريق في المدينة نتيجة إصابته مباشرة بصاروخ أطلق من قطاع غزة، فيما دوت صافرات الإنذار.